بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الشابتر 4 أو الفصل الرابع ما يتعلق بالـ CPU Architecture، هيكلية أو عمارة المعالج. حنمر الآن إن شاء الله على الأوتلاين تبع الشابتر CPU Architecture. أول حاجة عنا يعني هيكلية المعالج أو سنتر بروسيسنج يونت او هذه المعالجه المركزيه، ذا مايكرو بروسيسور يونت اول نقطه اساسيه. حنتعرف بعدين على البيزك مايكرو كمبيوتر اركيتكتشر اللي هي التركيبه الاساسيه للمايكرو كمبيوتر، بعدين ذا بيربس اوف ذا ميجر كومبوننتس اوف ا كمبيوتر سيستم، ايش هدف كل مكون اساسي من مكونات الحاسوب. The role of the CPU in computer systems، إيش وظيفة الوحدة المعالجة المركزية في نظام الحواسيب. بعدين هتكلم على internal working of the CPU، شو internal working، كيف بيشتغل الحاسوب أو CPU نفسه، أو كيف وحدة المعالجة المركزية بتشتغل أو بتعالج البيانات. بعدين هتكلم على إيش هارفارد and فون نويمان architecture اللي هم الهيكليات المعروفة على مستوى العالم للمعالجات، كأشهر هيكليتين معروفات. تمام. اوكي، introduction. In this section we will examine the inside of the CPU. مفهوم انه في انه هان حنتعرف على او نختبر المحتوى ال CPU. بعدين we will compare the Harvard and Neumann and von Neumann architecture. رايح نقارن بين الهارفارد والفون نويمان architecture. هذا كحدثين. طيب. أول حاجة، أول نقطة حضرتها هي inside CPU 1 كنقطة أولى أو أول جزء أول. كيف نتعرف عليه؟ كيف إيش بصير في داخل CPU؟ إيش بصير في داخل وحدة المعالجة المركزية؟ إن عارفين إنه أي بروجرام بيكون مخزن وين في الذاكرة الأساسية زي الروم مثلاً في داخل المعالج، تمام؟ ميموري، وبكون هذا البرنامج بيعمل إيش؟ بيقدم بيكون بيدخل الانستركشنز أو التعليمات على المعالج CPU المعالجة المركزية عشان المعالج أو CPU يعمل عملية إيش؟ أكشنز، يقوم بالعمليات. The action can simply أي عملية ممكن تكون عبارة عن adding data، جمع او بيرول داتا او كنترولينج داتا ماشين اتحك او از روبوت، يعني كنت تجمع وطرح عمليه رياضيه او مقد او عمليه منطقيه او التحكم في اله او التحكم في روبوت، يعني رجل الي او جهاز الي. الفانكشن تبع السي بي او از ايش؟ العمل السي بي او انه يعمل فيتشنج للانستركشن من الميموري، يعني يحضر التعليمات هذه من الذاكره ويعمل عمليه اكسكيوشن ونفذ هذه التعليمات. تمام. هذا هنا inside CPU. هنشوف ايش المعالج عندنا، هال الفلاجز، وعندنا الـ ALU اللي هي arithmetic and logic unit وحدة الحساب والمنطق، عندنا الـ internal buses بتوصل ايش المعالج بهاي المكونات، عندنا هان الريجسترز عبارة عن ذاكرة سريعة جدا موجودة بداخل المعالج بداخله، بيتم ايش عن طريق القيام بالعمليات المنطقية والحسابية في داخل المعالج. بعدين عندنا instruction register وعبارة عن إيش مؤشر التعليمات أو مسجل التعليمات عفوا. هذا instruction هو عبارة عن عمل decoding وفي timer أو timing توقيت العمليات وبتحكم فيها يدخل فيها وسموه، وهذا متصل عادة في control bus system. طبعا registers موصول دائما في data bus system، هذا اسمه data. تمام. وعندنا بعدين البروجرام كاونتر اللي هو ادرس باس سيستم، هذا بيعمل عمليه متصف في التافل في الذاكره ومتصف في المعالج عشان ياخذ تعليمات، ياخذ عنوان ايش عنوان الادرس لوكيشن او مكان تخزين التعليمه في الذاكره، وديه على المكان المخزن فيه التعليمه هذه ويتم ايش السماح باستخراج التعليمه من هذا المكان بالذات في الذاكره حتى يتم احضاره بعدين للمعالج ويخزنه مؤقتا في ريجستر، ثم ينفذ التعليمات الموجوده في الانستركشن او الريجستر موجوده عندنا هان حسب كلها بالترتيب. تمام. هاي العمليه حنحكي عنها بعد شوي بالتفصيل اكثر من هيك، بس هاي المكونات الاساسيه للبروجرام كاونتر، انستركشن ريجستر والريجسترات نفسها، منها الاي ال يو اثبتك ان لوجيك يونت، وعند الفلاجز هذه بتعلم باشر على التعليمات ان تم انجازها ولم تنجز. تمام. يعني طبعا انت انترنال باس سيستمز اللي هم باس سيستمز، ادرس باس سيستمز، كنترول باس سيستمز،
والداتا باس سيستم. تمام. السي بي او 2 نكمل في شرحهم انسايد ذا سي بي او. The perform the action to fetch of fetch and execute all CPU all CPUs are equipped with resources such as following. عشان ال CPU يقوم بعمل إحضار وتنفيذ التعليمات لازم يكون مجهز بال equipments أو متجهزات التالية. أول حاجة register. أول مكون تجهز فيه المعالج هو registers. شو registers؟ The CPU uses registers to store information temporarily. يعني بيستخدم هذه المسجلات من أجل تخزين البيانات أو المعلومات بشكل مؤقت. Two values to be processed مثلاً بياخد قيمتين من أجل المعالجة. Or the address of the value needed to be fetched from memory أو عنوان أو العنوان تبع القيمة اللي يراد أن يتم إحضارها من الذاكرة حتى يتم معالجتها لاحقاً. فعملياً بتخزن فيها أي شيء. بنجمع رقمين بكون مخزن two values بنجمعهم مع بعض أو نضربهم بعض أو ما إلى ذلك. عندنا العنوان يكون مخزن في العنوان عشان نفك شفرة العنوان نعرف بالضبط هنجيب اي بيانات من الذاكرة تحت هذا العنوان. برضو يكون العنوان هذا مخزن وين في احد الرجسترات في داخل المعالج. الرجسترز في داخل المعالج كان بي 8 بت 16 بت 32 بت او ايفن 64 بت ريجستر ديبندينج اون ذا سي بي يو متعلق على نوع السي بي يو. وطبعا كل ما كبرت هذه الرقم بيكون احسن واسرع السي بي يو. ان جنرال The more and bigger the registers, the better the CPU. كل ما كبر register بيكون register CPU أحسن. Disadvantage إنه كل ما كان bigger register وأكبر بيكون إيش أكثر سعره أكثر منك. فا increase cost of the such CPU وبالتالي بيكون إيش more expensive سعره أغلى من أغلى بزيادة. طيب نكمل كمان مرة inside CPU اللي هي النهان ALU اللي هي Arithmetic and Logic Unit اللي هي واحد حساب المنطق. The ALU section for the CPU is responsible for performing arithmetic functions such as add يقوم بنفذ عمليات رياضية مثل الجمع, subtract الطرح, multiply الضرب, add division أو divide اللي هي القسمة, and logic functions زي إيش العلامات المنطقية زي الAND والOR والNOT الInversion. طيب هذا المكون الثاني. المكون الثالث اللي هو البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر the function of the program counter is to point to the address of the next instruction to be executed. يعني الكاونتر بعد التعليمات اللي تم تنفيذها ولما يخلص تعليمها بأشر لنا العنوان التالي للتعليمة التالية عشان نروح على الذاكرة ونجيبه ونخزنه في 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 الريجستر وننفذه ونعمل الاكسكيوشن. تمام. فبيعمل كاونتنج للتعليم لعنوان التعليمات حتى نطلع على عنوان التعليم القادمة ونحضرها ونتم إيش عملية تنفيذها. As each instruction is executed, the program counter is incremented to the point to point to the address of next instruction to be executed. يعني البروجرام كاونتر بيعمل incrementing يعني بزود على عدد تبعه واحد عشان يأشر to point to the address هتأشر العنوان اللي هو next instruction في حسب البرنامج اللي عندنا عشان عمليه ايش عمليه تنفيذها. The contents of the program counter are placed on the address bus but ايش the contents of the program counter are placed in the, on the address bus. طبعا بالمحتوى البروجرام كاونتر هذا بنحط على ايش هو عنوان بيكون عنوان تعليمه مخزنه في مكان في الذاكره في address location مضبوط قصدي memory location. فالعنوان هذا اللي في الكاونتر بروجرام كاونتر بنحط وين على الادرس باس سيستم ادرس باس قصدي عشان نروح ندور عليه ونجيبه من وين من ونجيب الايش الانستركشن او التعليمه اللي يراد تنفيذها. تمام. وبالتالي يتم وضعها على الادرس باس وارسالها عن طريق المعالج للعنوان المناسب حتى يتم احضار التعليمه التاليه. ان ذا اي بي ام باس عفوا ان ذا اي بي ام بي سي يعني كمبيوترات الاي بي ام الهيكلية خاصة وبسموها أسماء خاصة فيهم في بي إم فسموها إيش آي بي. آي بي جاء مش من مش إنترنت بروتوكول وإنما جاء من إنستركشن بوينتر يعني هو المؤشر على التعليمات مؤشر التعليمة مش إيش البروجرام كاونتر بسموه. تمام. فمؤشر التعليم حسب إي بي إم هو البروجرام كاونتر اللي بأشر على التعليمة التالية من باب عمل اللي هو بأشر على التعليمة التالية يجب تنفيذها بعد إنجاز التعليمة الحالية. تمام. أوكي. أنها نكمل برضو في inside the CPU instruction decoder
ايش بيسوي هذا رقم 4؟ المكون الرابع في داخل المعالج هو الانستراكشن ديكودر. هذا عباره عن ديكشنري بيتم فيه تخزين في الصفر واحد، لغه الصفر واحد حرفيا. هان بخشين على الديب ليفل هاردوير. ديب ليفل ايش؟ هاردوير. يعني بعد ما نكون ترجمنا التعليمات لصفر واحد كذا كذا، مش عارف صفر واحد صفر صفر حسب الكود تبعها، في داخل هذا الانستراكشن ديكودر، الديكودر بيكون في قلبه عباره عن قاموس. القاموس هذا مخزنات كل التعليمات بناء على مجموعه من الاصفار الواحدات. لما يخش التسلسل هذا من الصفر واحد عليه، هو بالضبط بنفذ نوع معين من التعليمات. وكل ما كثر هذه التعليمات اللي مبرمج عنده في هاردوير بشكل هاردوير على شكل دوائر منطقيه، ايش بصير؟ بنفذ هو تعليمه معينه، اذا بيجمع بيطرح بزود بنقص او جزء من التعليمه. طبعا هذا عمليه حسابيه معقده، عمليه تقنيه معقده فوق بعض، مئات الاي سيز في داخل او الدوائر المتشابكه في بعض حتى ينفذ ايش هي العمليه وتلك. على العموم، فالانستراكشن ديكودر هو عباره عن اسمه انستراكشن ديكودر، بيعمل ديكودنج في كشفه الانستراكشن. يكون جاي البرنامج 001 وبحولها لايش؟ الى التعليم اللي مبرمج عنده بشكل هاردوير في داخل المعالج عشان ينفذها. The function of the instruction decoder is interpret the instruction fetched into the CPU. هو بترجم وبفسر ايش الانستراكشن او التعليم هاي الجايه على ايش؟ على السي بي او. تمام. One can think of the instruction decoder as a kind of dictionary. يمكن يعني يفكر فيه او يتخيل ان هذا الانستراكشن ديكودر عباره عن ديكشنري، يعني عباره عن قاموس. Storing the meaning of each instruction and what steps the CPU should take upon receiving this instruction or a given instruction. بمعنى انه لو تخيلنا هو عباره عن قاموس، هو بخزن كل معنى كل معنى كل تعليمه يتم ايش ادخالها على السي بي او، واي ستيبس يعني اي خطوات لازم السي بي او يقوم بتنفيذها حتى يعمل عندما يستلم هذه التعليمه حتى ينفذ هذه ايش هي التعليمه. تمام. Just as dictionary requires more pages، طبعا زي ما هو الدكشنري بيطلب صفحات بزياده عشان يزود حجم عدد الكلمات الموجوده في قلبه معرفات في داخل القاموس، سي بي يو كيبل تو اندرستاند مور انستراكشنز، يعني يفهم اكثر انستراكشنز تعمل زياده اذا كان عنده ايش مور ترانزستورز تو ديزاين. يعني عمليا هو كل ما زاد تعقيد المعالج او السي بي يو وكثر الترانزستورز في قلبه والوحدات الالكترونيه في داخله البوابات المنطقيه سواء بترانزستور لوجيك او اي اليه او سيموس او اي اليه هاردوير في داخله موجوده، كل ما زادت تعقيدها وكبرت بزيد عنده قدره اكثر على يفهم هذا السيريز من 001 100 كذا كذا حسب اقسامها كيف داخله بيتس اند بايت، ويقدر ينفذها بالضبط بطريقه يفهم السيريز او يعني يتعامل او يفهم من صح التعبير الفهم اللي كان الكمبيوتر بيفهم زي البني ادمين. طبعا هو بيفهم زي البني ادمين وبيتعامل مع اشاره، فبيقدر يتعامل مع اشارات اكثر وبالتالي بيكون اكثر كيبابل اذكى وافضل في ايش في العمل تبعه المعالج كل ما كثرت ايش الاكويبمنت تبع الهاردوير تبعه. فهو ريكوايرز مور ترانزستور ديزاين عشان يصير اقوى وافضل المعالج هذا، فيستطيع يتعامل مع تعليمات اكثر واكثر واسرع. تمام. اوكي، فهذا كيف عمل الانستراكشن بالداخل. احنا بنحكي عن ديب ليفل هاردوير شغل، كيف دخل التعليمه، كيف اخذناها من الذاكره، كيف حللناها الذاكره فكناها لشفرات مع عن طريق الديكودر، وكيف دخلناها على الانستراكشن ديكودر هذا عشان ينفذها المعالج بعدين بلغه 0001، وكيف الكاونتر او الاي بي حسب الاي بي ام ياشر على التعليمه الجايه. هذا كله شغل هاردوير في داخل هيكليه الحاسوب من الداخل. تمام. عندنا هذا الشكل ببين كيف بتم عمليه ايش الخطوات اللي بتتم، هل هي انه السي بي او جوز ثرو تو اكسكيوت انستراكشن عشان السي بي او ينفذ العمليه. زي ما شايفين عندنا هان مثلا بنبدا من تحت، مثلا increment the program counter، هان البروجرام كاونتر زاد واحد بيطلع هنا، فبليس ذا كونتنت اوف بروجرام كاونتر اون ادرس باس، بحط محتوى البروجرام كاونتر على الادرس باس. بعدين شو هو اكتيفيت ذا ميموري ريد اند فيتش، بمعنى بنفعل موضوع انه ايش القراءه واحضار والاحضار من الذاكره، فبنسميه برينجينج يعني برينج انتو ذا سي بي او تو ايش ذا اوب كود فيا داتا باس. بندخل الاوب كود من الداتا باس. الاوب كود طبعا احنا بنحكي عن اوب كود مش كود عادي، لان يعني الكود هذا بنكتبه احنا تبع لغه الباسكال او السي بلس بلس او جافا
او ايش اي لغه اخرى تعلمها، اسمه السور، اسمه الكود. الاوب كود لما المعالج نفسه يترجم الكود اللي كتبته انت كبرنامج الى لغه الصفر صفر واحد، يسموه الاوب كود. هذا اصل الكود بصير، يعني بصير اصفار ووحدات فقط، فبتدخل بت اند بايت على المعالج اللي اسمه الاوب كود عن طريق الداتا باس. تمام. place the instruction in instruction register and decode the instruction. ها بندخل احنا بندخل instruction التعليمات هذه instruction register لمسجل مسجل التعليمات، وبعمل decoding لهذا انكشف هذا الايش التعليمة. تمام. بعمل انكشف التعليمة طبعا بناء على انه عندنا ايش الديكودر، بتعمل execution للانستركشن، بتم تنفيذ التعليمة. وبعدين بتم كمان مرة عملت increment البروجرام كاونتر، بنزود كاونتر واحد، وبرجع كم مرة ينفذ العملية التالية من جديد من فوق، نفس الخطوة اللي حكينا فيها قبل شوية. تمام. كمثال assume that CPU، عنا نفترض عنا CPU عنده ثلاث ريجسترات A, B, C and D، وعنده كل واحد فيهم ايش، وعنده كمان 8 بت داتا باس، عنده داتا باس يعني 8 بت بيحمل ان كل بايت بايت بس مع بعض مش اكثر من بايت، وعندنا 16 بت ادرس بس، طبعا ادرس بس 16 بت. ديرفور بناء على ذلك السي بي يو كان اكسس ميموري، طبعا بناء على 16 بت هيقدر يخش ياخذ 4 بتات، كل واحده بقيمه ايش هكس ديسيمال، يعني عندنا هذا الصفر هذه قيمه الصفر صفر 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 اللي اربع اصفار جنب بعض، بعدين كم مره اربع اصفار اربع اصفار اصفار، يعني هذا هكس ديسيمال كله. لعند اف 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 بالهكس ديسيمال اللي هو يعني 1 1 1 يعني 1 1 1 1 1 1، يعني كل مرة كل اف هذا واحد واحد بيطلع 16 بت مع بعض مسطرات، لأنه عندنا هان عندنا 16 بت ادرس باس. For the total of ايش؟ 1 of 10,000 hexadecimal location. تمام، يعني 1000 أربع أصفار hexadecimal location لو عدنا من هنا لهنا. تمام. The action to be performed by CPU، العملية اللي حتم تنفيذها أو العمل اللي يتم تنفيذه عن طريق CPU is to put hexadecimal value 21 into register A. هذا أول عملية، بنحط رقم 21 hexadecimal هكسديسيمال، يعني رقم واحد يعني 2 1 بالهكسديسيمال، يعني ترجمتها اللي بتكون 0100 وبعدين 1000 بالواحد، يعني مرتجع بعض وين في الاي. طبعا قلنا داتا باس يعني 8، حيطلع عنا شو ها لو حكينا، يعني حيطلع عنا ها الواحد ايش لو قلنا على الواحد، حيطلع الواحد شو عنا ها واحد بعدين صفر 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 و2 ايش حكون 0 1 0 0 مظبوط، وهي 4، فبالتالي هيطلع عندنا هان 4 وعندنا هان 4 بت زي ما حكينا، يعني 8 بت في المجموع اللي هم 8 بت داتا باس. تمام. اوكي، تكون واضحه النقطه هذه. اوكي، نيجي الليزر كمان مره، تبوت 2 1 هكسديسيمال في الجسم، وبعدين نحط and then add register register A، نضيف على هذا على 2 1 هكسديسيمال الفاليو 4 2 هكسديسيمال and 12 1 2 هكسديسيمال على الـ A. تمام، في register A. تمام، يعني حنحط في الـ A في المسجل A رقم 21 او 2 1 هكسديسيمال، ونضيف له 4 2 هكسديسيمال، بعدين ايش بعدين 1 2 هكسديسيمال. كيف بتتم العملية هذه؟ The action to be performed by CPU is العملية التنفيذ عن طريق CPU هي إيش؟ أول حاجة to put hexadecimal value to 1 into register A، بعدين and then add register A to the values 4 2 hexadecimal and 12 hexadecimal. تمام؟ نفترض إنه the code شفرت التعليمة الترميز تبعت CPU عشان يعمل moving للقيمة هذه، قيمة الاثنين واحد يعني، أو أي قيمة نعملها moving من الى الريجستر A، ترميزها بلغه الكمبيوتر الاصليه اللي هي لغه الاله ايش 1 0 1 1 0 0 0. هذا هو الرمز المفترض نفترضه انه هو نعمل assuming ايش انه هو هذا الرمز، هو نعمل moving للفاليو على الريجستر ايش A. تمام، وهذا رمزنا له هو، وهذا بيكون اللي هو بي بي بي، هو عباره عن 0 صح، لسي أصفار هذه أو عن زيرو، والواحد واحد واحد هذه اللي هي عبارة عن البي. تمام، مش A B عنا في الاكسس مال A B، فهذا البي وهذا زيرو، أخذنا هاي صارت هنا. تمام، 100%. أوكي، and the code of the adding and the code for adding the value، يعني عملية رمز العملية الرياضية لعملية adding الطرح
نجمع قيمة معينة سواء كانت عندنا 4 2 اكس ديسيمال او 1 2 اكس ديسيمال للاي، هي ايش نضيفها للريجستر اي، طبعا هي العملية اللي يسموها ايش 04 اللي هي هاي رمزها. هذا شو الرمز هذا؟ هذا 000 هو الصفر، 0100 الأربعة بلغة الاكس ترميز الاكس ديسيمال كود. تمام، انتبهوا دائما حنتعامل حتى في العملية بعدين لما نعمل برامج حنستخدم ايش الاكس ديسيمال كود، مش حنستخدم اي اكواد ثانية اوكتال او غيره، لأنه البرامج كلها مصممة تتعامل او الحواسيب او المعالجات تتعامل مع الاسكي كود اللي هو عبارة عن 8 بايت يعني 7 زائد الباريتي او غيره. تمام، كله عندنا اكس ديسيمال وبتعامل كله مع مع الرموز هذه موخوذة بالبايت اللي هو جاي بلغة الاكس ديسيمال في الداتا في العنوان غير طبعا عنوان 16. المهم ذا نيسيسري ستيبس الخطوات الاساسيه اللي حتم استخدامها عشان نعمل بيرفورمينج هذه الاوبريشن ننفذ هاي الاوبريشن هن ذا فولوز. عندنا عمليات الاكشن وهي الكود وهي الداتا. العمليه المقصوده هنا ننفذها هي نعمل موفينج القيمة 21 او 21 اكس ديسيمال على ريجستر اي. ايش الكود تبع العمليه؟ رمز العمليه البي 0 واتش زي ما حكينا بي 0 هكس ديسيمال. تمام، والقيمه اللي حنحطها في الريجستر اي هي 21 هكس ديسيمال، هاي القيمه. بعدين حنعمل العمليه الثانيه الاد اكشن، هو نعمل اد فاليو نضيف القيمه 42 هكس ديسيمال على الريجستر اي. طب كيف هذه العمليه نضيفها؟ اول حاجه ال 04 هي رمز العملية، يعني العملية هذه في الديكشنري تبعنا اللي هو الديكودر تبع المعالج رمزها 04 بالهكس ديسيمال، يعني ايش 000 شمال اليمين طبعا 000 عن الصفر والأربعة 0100 مخزنة بالطريقة هذه بس بشكل هاردوير كودينج وترانزستورات في داخل المعالج. تمام، لما تمر عنه السيري هذه بالأصفر والأربعات هو على السريع بتدخل عنده التسلسل هذا على المعالج بفسرها انا عمليه ايش؟ عمليه ايش عمليا؟ بنفس عمليه ايش الجمع مباشره بناء هذا التسلسل طبعا لانه هو الهاردوير مركب بطريقه جوا. تمام؟ فعندنا 42 اتش اللي هو قيمه ايش بتم جمعها مع قيمه اي مع القيمه اللي في اي من اول، فبنضيف لهم 4-2 هيكس ديسيمال. الادينج فاليو 12 نفس العمليه الجمع للريجستر اي نفس الرمز اللي هو 04 اتش اللي هو عمليه جمع ورمز نفس الرمز في الهكس ديسيمال لكن القيمه حنجمعها 12 او 1-2 هكس ديسيمال. هاي عندنا ايش الاوبريشنز اللي بنعمل عمليه تنفيذها، هاي العمليه نفسها تفسيرها، هاي الكود تبعها وهاي الداتا اللي حنتم تنفيذ العمليه عليها. If the program to perform the actions listed above is stored in memory location starting at 14.00h. The following would represent the contents of each memory address location. بمعنى إذا كان البرنامج اللي بده يكون ينفذ الأكشن listed above is stored in memory location بيبدي مخزنة في إذا كانت العملية يعني اللي حنبدأ فيها نفترض هانت فرضية طبعا إذا البرنامج اللي بده يعمل performing الأكشن ينفذ هذه العمليات بكون مخزن في داخل memory location مكان تخزين بيبدي بالفور بالوان 400 هكس ديسيمال، يعني عنوان اللوكيشن هذا 1400 هكس ديسيمال. تمام، يعني عنوان اللوكيشن اللي مخزنه فيه ايش التعليمة الاولى من البرنامج هذا. تمام، the following would represent the contents of each memory address location. حيكون بالتالي حيكون العمل بالتالي كما هو موضح في السلايد الجاي اللي هو كيف. اول حاجه هاي البرنامج طبعا حكينا قبل شوي عن هذه النقطه، حكينا عنها قبل شوي عن هذا الكود وعن هاي الداتا وهاي تفسير العمليات الاكشن. كيف بتصير هان عندنا لو بدينا من 01 هذا مع من عند هذه فبقول الميموري ادرس اللي هن هان ميموري ادرس حيبي لك عند ايش 1400. تمام، هذه كونتنت والنمري ادرس المحتوى تبعها هو ايش البي 0 كود فور موفينج ذا فاليو تو ايش تو ادرس اي. هاي اول تعليمه حكيناها قبل شويه لما قلنا البي 0 عباره عن ايش تحت موفينج او ادخال القيمه الى ايش المسجل اي. تمام، بعدين مؤشر التعليمه او الكاونتر عندنا او
الاي بي اللي هو انستركشن بوينتر او البروجرام كاونتر اللي بدنا اياه حيزود واحد، يصير عندنا ايش 1401 بعد ما كانت 1400. على الخطوه الجايه فيها شو هو؟ يعني موفينج مين للقيمه اللي هو حاجه موفينج للقيمه 21، نجيبها وين؟ نجيبها على الريجستر A، فيعني موفينج للقيمه 21 ويجيبها وين؟ على موفينج. طيب بعدين واجيبها على الريجستر ايش؟ A. بعدين حيعمل بروجرام كاونتر، حزود واحد، حيعمل انكريمنتنج لحاله، حصير 1402. 1402 فيها ايش؟ التعليمه الجايه. التعليمه الجايه شو هي؟ اللي هي ايش؟ 04 اللي هي عملت الادنج الجمع. فهذا يعني شو يعني؟ هذا يعمل كود فور ادنج، هي الرمز او تشفير الادنج للفاليو ريجستر اي، حيجمع على ريجستر اي هذه القيمه ايش؟ 04. بعدين حيعمل انكريمنت لحاله على 03 1403 يعني. اللي هي الفاليو والبي ادد واللي اسمه اللي هي الفاليو تبي ادد، يعني حيهان حيفهم من 04 انه هذا الكود فور ادينج ا فاليو اوف ريجستر اي، يعني هان حيفهم انه عمليه قد بعمليه ايش؟ جمع، مش موفينج زي هنا بي 0 كانت موفينج، وهذه القيمه اللي حنزيحها. تمام، يعني هذا موفينج، هاي القيمه اللي حنزيحها، هان جمع وهاي القيمه اللي حنجمعها. تمام، فهمت كيف؟ فعمليا يكون الاثنتين ورا بعض، يعني هنا هذه موفينج وهالقيمه اللي حنعملها موفينج، وهان الاو 4 او 04 هي عمليه الادنج، وال 4 2 القيمه اللي حتم ايش؟ اللي حيتم ايش؟ ادنج لها. طب وال 04 كم مره هنا جمع، والبعديها حنجمع شو؟ 12 زي ما حكينا قبل شويه. تمام، زي ما هو واضح من القيمه اللي هي هان 04 وهان ادنج. هيك بدنا في كل مره شايفين بنزود بنعمل انكريمنتنج زائد واحد على العداد تبعنا عشان نوصل للنمبر ادرس الجاي. تمام، اخر شيء عندنا الاف 4 اللي هو في مقابل 1406 لما يخلص البرنامج حيطلع لنا اف 4. اف 4 يعني عمل هالت للبرنامج، هالت كود هالت يعني وقف البرنامج ويعمل ستوب له. تمام، حتى ايش؟ نوقف البرنامج في التنفيذ، ولا بضل يعد انستركشن ويدور على الانستركشن الجايه. فلو لازم وصلش عند الاف 4 اللي هي تشفير او ترميز ايقاف البحث عن التعليمه الجايه او توقف البرنامج، بضل يدور على ايش؟ على التعليمه الجايه الجهاز، لانه مش مبرمج اللي غير يفكر لحاله، انه المبرمج يفهم ايش التعليمات اللي مبرمج عنده او مدخله عليه. تمام، تمام. نيجي هنا the actions performed by CPU run standard program above the would default. طبعا the CPU program counter can have the value 000 اللي عندي ايش؟ اللي عندي FFFFH، يعني هيعد العنوان من الاربع اصفار حسب الادرس تبعه، ادرس الباص تبعته من صفر من اربعه، يعني 16 بت قلنا هم اربع اصفار واربع FF حتكسيمال. The program counter must be set to the value 1400 حسب ما حكينا قبل شوية، indicating the address of the first instruction code to be executed. اللي هو حكي عنها نحط العنوان على 1000 العنوان هذا عشان يصل لأول instruction في البرنامج. After the program counter has been loaded with the address of the first instruction, the CPU is ready to execute. بعد ما البروجرام كاونتر يعطينا عنوان التعليم اللي حننفذها، CPU بصير جاهز انه يعمل اكسكيوشن للتعليم اللي تم ايش وضع العنوان تبعها من البروجرام كاونتر على الادرس باس سيستم. تمام، وعلى الادرس باس ذا سي بي او بوتس 1400H اون ذا ادرس باس اند سيند ات اوت. ذا ميموري سيركتري فايند ذا لوكيشن في تبع التعليمه، واللي في هالحين بكون سي بي او اكتيفيتس ذا ريد سيجنال. في الحاله هذه بكون سي بي او فعل موضوع القراءه من الذاكره، indicating to memory that it wants to buy the byte at location 10. طبعا the byte ليش؟ لانه احنا قلنا عندنا 8 بت، قلنا activate the byte 8 بت عندنا الداتا، فيطلع لنا بايت كامل من الداتا. تمام، فعمل indicating ان الميموري بده البت اللي هو مخزن تحت اللوكيشن 1400 اتش هكسديسيمال هو 1400، وبعمل كمان تفعيل الريد مش الرايت، الريت اللي بده ياخذ بده يقرا من هناك. تمام، في الحاله هذه فذا ميموري سيركت ريد فايند لوكيشن وايل سي بي يو، والسي بي يو عمل اكتيفيشن لايش؟ للريد سيجنال.
indicating للنور انه حياخذ من هالبايت المخزن او قيمه الداتا اللي في البايت المخزن تحت العنوان 1400 hexadecimal. This causes the content of the memory location 1400 H, which is B0. وهذا this causes the content of memory location هذا اللي هو هذا بوصلنا الى قيمه الميموري لوكيشن 1400 اللي بتحتوي على التعليمه B0 تمام المطلوبه عنا to put on the data bus and through it into the CPU. وبالتالي بتم اختار البي 0 اللي هي تبعت ايش قلنا moving هي B0 moving للفاليوز تمام وبتم حطها بوتينج على الداتا باس ثرو ايش على الداتا باس قلنا انا 8 للبايت هذا وبتم احضارها لمين للسي بي يو تمام. The CPU decodes the B0 بيعمل فك الشفره تبعتها with the help of the instruction decoder قلنا dictionary فك التعليمه. When it finds the definition for the instruction it knows it must be bring it must bring the byte in the next memory location into register A. يعني بفهم التعليم هذا لازم يجيب قيمه البايت المعين تحت العنوان التالي يجيبه عوين على ريجستر A لتبع على تبع السي بي يو. لذلك it commands بيأمر انه يعمل بيأمر المتحكم او دائرة التحكم تبعته تعمل exactly هاي القصة انه يجيب برضه كمان مرة ايش القيمة اللي هي كانت اظن 21 ولا قديش كانت القيمة اللي بنتكلم عنها قيمة ال 21 بالضبط ويجيبها وين على المعالج تبعه. When the value brings 21st هذه يجيبها اللي هي 21 اكسدمال من memory location اللي هي 1400 اللي هي في قيمة اللوكيشن التالي حسب التعليم حسب المؤشر التعليمة أو الكاونتر. It makes sure that doors of all register are closed except register A بسكر كل ايش كل الريجسترات بمنع التخزين عليهم ويمنح فقط التخزين على register مين A وبالتالي يتم تخزين قيمة القيمة البايت اللي مخزنة تحت اللوكيشن 1401 تم تخزينه على ريجستر A فقط لأنه تم تحت إقفال كل ريجستر آخر. وبناء على ذلك 121 hexadecimal comes into CPU it will go directly into ايش ريجستر A وبالتالي حيتم إحضار قيمة القيمة المخزنة تحت اللي هي 21 hexadecimal تيجي على CPU وحتم تخزينها بناء على ذلك في داخل ريجستر A لأنه كل الريجسترات الثانية تم ايش كلوزنج عملوها إغلاق لها تمام بس مفتوح الـ A. After completing one instruction the program counter points to the address to the next instruction بأشر الكاونتر على التعليمة الجاية which is ايش 140H تمام address اللي هي 140H is sent to the address bus على بص العنوان وبالتالي عشان يحضر ايش النكست instruction يحضر ايش التعليمة الثانية. طبعا عارفين هذا اكسسبل تو ذا سي بي يو فيتشز كود 0H1H 04 قلنا ايش قصتها 04H اللي عملت ايش الجمع يعني بدنا نجمع شيء فبالتالي حيفهم انه حيجيب شيء عشان يجمعه وبالتالي بنفهم افتر يكون ذا سي بي يو نوز ذات ات ماست اد ذا بايت سيتنج ات ذا ادرس التعليق ايش على العنوان التالي ففهم من بيعرف حصريا المعالج انه من 0404 02 بيفهم لازم يعمل فيتشنج للتعليمه 04 انه هذا عم يتادنج فبصير بده ايش يطلع التعليمه الجايه عشان يفهم عشان يعمل فيتشنج طبيعي يعمل فيتشنج للقيمه المخزنه تحت العنوان التالي فبالتالي بروح بجيب للنكست ادرس اللي هو 1403 بجيب الكونتنت المخزنه تحتها عشان يحطه وين على يعمل ادنج له مع المحتوى الموجود اوريدي من قبل في داخل المؤشر داخل المسجل A. After the CPU brings the value, in this case اللي هو 42 hexadecimal into register A, it provides the contents of register A along with his with this value to the ALU. بعدين بيعمل بقدم هاي المحتوى register A بالإضافة إلى القيمة اللي حضرها تو قبل شوي اللي هي 42 يعني كان فوق عنا 21 بعدين 42 E hexadecimal بوديه لل ALU اللي هي arithmetic اللوجيك يونت اللي هي وحده حساب المنطق تعمل عشان تعمل عمليه ايش الجمع perform the addition in the next and it then takes the result of the addition from ALU بعدين بياخذ قيمه الجمع اللي نتجت من ALU اللي هي وحده حساب المنطق وبحطها وين في الريجستر اي اي عفوا مش اي اي. Meanwhile the program counter becomes
1404 بس حال هذا الريجستر ايش زود واحد كاونتر زود واحد على البروجرام كاونتر تمام. The address of the next instruction هو عنوان التعليم التالية. التعليم التالي هذه 1404 هي انه يحضر ايش بوت بتم وضعها على الادرس بس and the decode ايش and the decode is fetched into the CPU وبالتالي فك التعليق فك التشفير تبعتها يتم احضارها احضاره من المعالج فديكودد اند اكسكيوتد نفس الخطر الفكره اللي قبلها انه ذا كود اجين از ادينج فاليو تو ذا ريجستر ونفس العمليه اللي هي من في عمليه اللي هي الاو 4 او 04 هي عمليه جمع فبدور على القيمه اللاحقه في المخزن تحت ال 1045 وبجيب القيمه كالتالي وبجمعها كمان مره بعد ما اجمعهم مع بعض حساب المنطق بياخذ الناتج الجمع من حساب المنطق وبحطه كمان مره في ريجستر اي يعني جمع اول مره مع ال 2042 ثم يقوم بعمل الجمع كمان مره 12 اتذكر كان رقم 12 بيجمع كمان مره برضه اعطيه اليو وبخزن باقي الانرجي كمان مره وين كمان مره في ايش في الريجستر اي بعدين ريجستر كاونتر بتم ابديتنج بعد ما تعمل عمليه الجمع الثانيه بعمل ابديتنج وبصير عندنا الى القيمه ايش 1406 1406H تمام. طبعا هذه فاينلي اذا كنت اوف هذس 1406 هارد سويتش ار فيتش اند اكسكيوتد ذس از ايش هالت انستركشن. هالت انستركشن يعني توقف تمام كلمة التوقف تلس ذا سي بي او تو ستوب انكريمنتنج ذا بروجرام كاونتر يخبر المعالج انه يوقف عمليه زياده العد او الانكريمنتيشن يزود واحد على على قيمة البروجرام كاونتر اعداد البرامج او الاي بي حسب اي بي ام اند اسكينج فور نيكست انستركشن وبالتالي حيوقف اذا وقف الانكريمنتنج للبروجرام كاونتر حيوقف كامل عملية ايش انه يطلب ايش يطلب التعليم التالي خلاص حيعمل توقف هان تمام بيعمل انكريمنتنج ولما وقف الانكريمنتنج زيت العد وقف العداد ببطل يطلب التعليم التالي بدون الهالت without the halt the CPU would continue updating the program counter and fetch instructions بدون ما في عن halt هذول ماشي تعليم ورا تعليمه وبالتالي حتى ايش وينفذ التعليمات هذه ورا بعض تمام بدون توقف الان فلنفترض انه عندنا العنوان 4141403 يعني يحتوي على 04 instead of 42h تمام. How would the CPU distinguish between 04 أو 04 to be added and 04 اللي هي العملية الجمع يعني في عنا لو فرضنا أنه المحتوى تبع 1403 محتواه 04 بدال 42 تمام يعني مش معنا قبل شوية نرجع كمرة عشان نفهم القصة بشكل أفضل عنا هان جمعنا قلنا رمز الجمع شو 04H عملية الجمع الكود تبع الجمع 000 يعني 4 مرات 0 بعدين ايش لي 4 هيكس ديسيمال زي ما هنا يعني 000 بعدين 0100 لي 4 هذا رمز عملية الجمع مظبوط. لو فرضنا انه هان بعد بدل ما يكون عندنا في الكود قلنا هان 04 جمعنا معها 42 طب لو فرضنا هان بدل 42 كان عندنا هان برضه كم مره 04 كيف حيفرق المعالج بين ال 04 هذا تحت الجمع العملية الكود الجمع وبين القيمة التي اسمها قيمتها 4 04 مثلا كيف حيفرق بين القيمتين انه هذه عملية جمع وهذه عملية ايش وهذا مش عملية هذه انما هي عبارة عن عدد بالهكسادسيمال هاي التساؤل اللي كان هنا فهان سبوز افترض ان عندنا الادرس 1403 بيحتوي على 04 instead بدل 42 هكساديسيمال يعني عشان نجمعه مع اسمه يعني بيطلع عندنا العمليه 04 بعدين كمان مره القيمه بنجمعها 04 كيف انه السي بي او بيعمل ديستينجوشينج يفرق بين ال 04 الداتا وال 04 الكود تبع عمليه الجمع تمام بقول لك هان انتبه الموضوع هذا remember that the code 04 for this CPU means adds the next value to the next register يعني بيعني عنا انه الكود هذا adds the next value اجمع القيمة اللاحقة يعني 04 عنا هان تعني اجمع القيمة اللاحقة على ايش على الريجستر على ما هو موجود في داخل الريجستر A تمام وبالتالي المعالج
لن ينظر ولن تراجع ديكود النكست فاليو، مش هفك شفرة النكست فاليو يفكر فيها ايش هي قيمتها، ايش هي معنى هذه العملية اللي هي 04، ايش معناتها عملية، وانما سيأخذ القيمة كقيمة للجمع فقط، تمام؟ لانه جاي الرقم هذا بعد عملية رياضية، سواء كان اجبع مع محتوى الريجستر A او اطرح من محتوى الريجستر A او اضرب في او قارن بالافر واصغر، حيقارب بالقيم، حياخذ قيم الان ولن يفكر ولن يحاول تفكيك او فك شفرة ايش؟ فك شفرة هذا الرمز الموجود بعديه، حياخذه كقيمة رياضية او قيمة منطقية، تمام؟ فبالتالي will not try to decode the next value. It simply adds the content of the following memory location into registry. بس بجمعها جمع بدون ما يفكر انه يحاول انه يفك شفرتها ويفكرها شوف فيها ايش نوع العملية هذه. Regardless بدون النظر الى ايش its value، بدون النظر الى قيمة هذا ال value، قيمة المحتوى هذا، بياخذه على ما هو عليه ايش مكان المحتوى وبطبق هاي العملية الرياضية، لأنه جاي بعد أمر operation، بعد أمر عملية رياضية أو منطقية، فلا ينفذ، فلا يفكش الشفرة عشان شو القيمة شو بالضبط، تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة، مش نحتاج بزيادة عشان صار مش واضحة من كثر الشرح، هي أظن بتهيألي واضحة، ما دام جاي رقم بعد عملية رياضية أو عملية منطقية يتم استخدامه مباشرة كرقم ولا ينظر أنه هو عملية، ويتفق شفرته كعملية، تمام؟ هاي المختصر. طيب every microprocessor must have memory space to store program code and data while code provides instruction to the CPU data provides the information to be processed، تمام؟ يعني كل معالج دقيق لازم عنده memory space، عنده عشان يخزن البرنامج او كود البرنامج and data، تمام؟ هذه عشان نفهم الان العملية جاء في إطار النظر إلى هارفارد أن فون نويمان الكريكتشر. هنا النقطة هذه وصلنا إلى موضوع نحكي ونتكلم عن هيكلية هارفارد وهيكلية فون نويمان الكريكتشر تاعت المعالجات. طبعا المعالج زي ما في كل معالج دقيق بده إيش عنده؟ بده ميموري سبيس، ذاكرة يخزن فيها البرنامج تبعه أو الكود والبيانات والداتا. while code provides architecture to the CPU the data provides the information to be processed. لما نكون الكود عندنا البرنامج بيعطينا التعليمات اللي بينفذها المعالج، الداتا لازم نستخدمها عشان ايش؟ هي لازم يتم عمليه معالجتها او ايش؟ يتم العمل عليها او معالجتها كبيانات، تمام؟ The CPU uses buses، يعني الباس سيستم حكينا اللي هي الوايرز عشان يعمل اكسس لمين؟ للروم والرام والميموري سبيسز. The early computer used the same bus for accessing both the code and data such as architecture is commonly referred to as von Neumann or Princeton architecture، تمام؟ فهذا هو أول هيكلية المعالجة، عندنا CPU موصول بالذاكرة والداتا والرام عشان عن طريق ايش؟ عن طريق بيستخدم نفس ايش؟ نفس الباير عشان يعمل accessing لل ايش؟ لل both الكود اند داتا اللي هي ذاكره الروم والرام، تمام؟ فعمليه عندنا الميموري كود ميموري والداتا هم الروم والرام هم نفس الوايرز نفس الباس سيستم استخدام الدخول الى الداتا. فكان عندنا الشكل بالطريقه، عندنا الادريسنج كان A0 ل A3 في اسمه، وعندنا الداتا زي ما شايفين D0 D7 بتخش على الجهتين، تمام؟ فبتحكم هو بالادريسنج بالادرس باسز للجهتين، وبتحكم كمان بالداتا باسز بالجهتين بالميموري داتا والكود ميموري يعني تبع البرنامج وتبع الايش الباس بتم معالجها. فهذا اسمه كان فون نويمان اركيتكتشر او بسموه برينغستون اللي هو برينغستون اللي هو اسم الجامعه اللي عملته جامعه برينغستون، تمام؟ هي اخترعت هذا الهيكليه للمعالجات. هذا معناته انه فون نويمان كمبيوترز العملية of accessing the code or data could cause them to get in each other's way and slow down the processing speed of the CPU. يعني بما انه حيستخدموا نفس الباس سيستم للبيانات اللي دخل على الميموري ودخل على الكود ميموري على الرام والروم، يعني هذا قد يعني حيكون من المحتمل انه البيانات تيجي في طريق بعض وبالتالي عملية slow down لمين؟ البروسيسنج سبيد، يعني تبطا عمل المعالج بسبب استخدام نفس الطريق بيستخدموها الجهتين، وبالتالي حيستنى واحد الثاني لما ينجز عمله ويمر بعديه، وبالتالي
هذا حيؤدي انه ياخر عمل المعالج وبالتالي يعمل سلو داون وبيبطئ عمل المعالج تبعنا السي بي يو because each had to wait for other to finish pitching. يعني كل واحد حيستنى لما يخلص الثاني استخدام الباس سيستم عشان يستخدمه بعدين في دور صار وبالتالي حيبطئ العمليه 100%. طيب speed up the process of program execution. Some CPUs use that is called or what is called يعني هارفارد اركيتكتشر. جامعة هارفارد عندها ايش هيكلية أخرى سموها اسمها هارفارد اركيتكتشر. هاي الهيكلية ايش؟ سيبريت باسز فور كود اند داتا ميموريز. عندها ايش؟ عندها سيبريت باسز فور كود اند داتا ميموري. عندها نوعين الذاكرة بيستخدموا تو باس سيستم. ايش اللي هو واحد للميموري وايش للكود تمام اللي هو الداتا والكود. فما عندنا تو باس سيستم هي واحد هان هي باس سيستم وهي الثاني الباس سيستم الثاني بنحكي عنه وهي رمزه وهذا هو تمام. That means we need four slot sets of buses. احنا نحتاج اربع هالجيت. اول واحد set of data buses for carrying data into and out the CPU تمام. عندنا بدنا اول حاجه اللي هو بدخل البيانات وبطلعها من يمين من المعالج. Set of address buses طبعا for accessing data. عندنا ال address busing هان 0 to 89 وهي كمان مرة هان تمام عشان يعمل هذا يدخل بس ال accessing the data عشان يطلع ايش خش الداتا في الداخل ايش الميموري على الداتا تمام. هاي بدنا واحد هان تمام هاي واحد اوكي. بعدين set of data buses for carrying code into the CPU. عندنا هاي الكود عندنا هان واحد كمان عيد كمان مرة عشان نوضح القصة من جديد. هان شيلو اوكي. فعنا اول واحد اللي هو سوري عنا هذا set of data buses for carrying data into and out of CPU. بيعمل ايش هذا داتا عشان يدخل ويطلع البيانات على السي بي او تمام. وست اوف ادرس باسز عشان فور اكسسنج ذا داتا عشان يخش على الداتا. هاي كمان واحد هنا اللي هو هاي شكله مثل تمام. بعدين ست اوف بيتا باسز تو كارينج كود انتو سي بي او. عندنا هذا عشان ياخذ الكود تمام. هاي كمان ست الثالث والرابع ان ادرس باس فور اكسسنج ذا كود تمام. ادرس باس فور اكسسنج ذا كود عشان يخش على الكود ميموري تمام. اوكي فهاي عندنا اسعنا ايش بدنا اربع سيتس اوف داتا باسز تمام اربع سيتس اوف باسز تمام. سيتس اوف باسز بدنا اربعه فور عشان فكان شوف كيف كبر الحجم. طبعا هذا ادى تسريع العمل المعالج السي بي يو لكن هيكليه هذا زي ما شايفين كبرت الحجم وزودت عدد الوايرز اللازم والباس سيستمز اللازمه عشان ايش؟ نسرع العمليه تمام؟ طيب هارفارد اركتكتشر از ايزي. هارفارد اركتكتشر از ايزي تو امبلمنت انسايد ان اي سي تشيب. سهل نحطه في داخل اي سي تشيب واحد. عشان هيك المايكرو كنترولر بيستخدموه لما يكون الروم والرام كلهم انترنالي اون تشيب تمام؟ اند ديستانس ار اون مايكرون and millimeters. وبالتالي عملية البعد مش كبيرة لأنه المسافة بين هدول الميموري والرام والسي بي او كثير صغيرة بالمايكرون يعني وأقل من مليمتر كمان. But implementing Harvard architecture for systems such as Pentium ولا IBM X86 اللي هو الكمبيوتر المعروف عندك ديسكتوب اللي هو IBM 86 يعني وهجتها 64 اللي هو تبع 32 بت و 64 بت. هاي التايبس كمبيوترز از فيري اكسبنسيف بيكوز الرام والروم بيكونوا برا ذات هولد كود اند داتا ار اكسترنال برا السي بي يو. سيبريت واير تريس فور داتا اند كود. نعمل سيبريت وايرز تريس يعني سيبريت باس سيستم منفصل يعني للداتا والكود على المذر بورد او المين بورد او المذر بورد. حيخلي عندنا المذر بورد فيري لارج اند اكسبنسيف. حتكون المذر بورد تكبر كبير بسبب كثر البسطات عليها والاسلاك والباس سيستمز عليها فحتكبر وتصير ايش كبيره وغاليه. فور اكزامبل عشان نركب بنتوم بروسيسور اللي هو بيستخدم 64 بت داتا بس اند 32 بت ادرس بس
وي ويل نيد، هنحتاج عندنا حوالي 100 متر واير بس سيستمز، تمام تريسز، تمام، والمذر بورد اف ات از فور نويمان، طبعا في النويمان اركيتكتشر، تمام، و 96 فور ادرس اند داتا بلس فيو ادرس فور كنترول سيجنالز فور ريد اند رايت اند سو اون. بات ذا نمبر اوف تريس اوف فاير تريسز، يعني النمبر في تبع الاسلاك هذه فاير تريسز البسز يعني will be double to 200 if you use Harvard architecture. يعني نستخدم Harvard architecture حكوا لنا صار الرقم حيتضاعف عشان نستعمل بتاع البس سيستمز هذول، تمام، او الواير تريسز، تمام. A large number of bins coming out of microprocessor itself، تمام. اضافه الى ذلك انه حصل عندنا عاد البنز بخارج تبعات المعالج عاد كبير جدا بالنسبه للعاده الحاليه، حين انه حنضطر نشبك بنز للداتا وبنز لمين للبروجرام، تمام، وبالتالي بصير عندنا ايش عاد البنز برضه حيتضاعف او يزيد بزياده خرافيه، وهذا كله بيزود ايش سعر المعالج وسعر المذر بورد وسعر الكمبيوتر بشكل عام، وبالتالي بصير كثير مكلف سعره، تمام. اذا for this reason you do not see Harvard architecture implemented in world of PCs and workstations. لا في اللابتوب ولا في البي سي ولا في الورك ستيشن بتلاقي ان هارفرد مركب، هذا بيكون فقط راكب في المايكرو كنترولرز، المايكرو ايش كنترولرز، عشان سرع العمليه اصلا مش مكلفه التوصيل لغايه داخل المايكرو كنترولر، مش زي السي بي او البي سي عفوا والورك ستيشن واللابتوب. This is also the reason why the micro controllers such as AVR use Harvard architecture internally. لما يكون في هذا المعالجات زي معالج الـ AVR يستخدم Harvard architecture بيكون داخلي، لكن يستخدموا النويمان for Neumann architecture if they need external memory for code and data space. لكن كان بيحتاجوا في الـ AVR ذاكرة خارجية للبرنامج والداتا حيستخدموا طبعا for Neumann على السريع، تمام. The for Neumann architecture was developed at Princeton University زي ما احنا قلنا قبل شويه في جامعه برينستون اللي هو طورت اللي هي فون نويمان، هذه فون نويمان فون نويمان، ولكن وفي حين ان تم تطوير هارفارد اركتكتشر في جامعه مين؟ جامعه هارفارد زي ما انتم عارفين هارفارد يونيفرستي، تمام. وهذا كمعلومه اخيره بالنسبه للموضوع اليوم اللي هو كان موضوعنا ايش اركتكتشر تبع المعالجات وطريقة عملها داخليا، وبعدين اهم هيكليتين او الهيكل المعروفات ومستخدم في ايش كهيكليات السي بي او والمعالجات. هذا بالنسبه للمحاضره اليوم، وبارك الله فيكم، وان شاء الله يكون في شيء مش واضح، واذا في شيء مش واضح ممكن نعمل لقاء حي ومباشر او لقاء لايف على النت او غيره حتى يتم توضيح باقي الاشياء المش واضحه. يعطيكم الف عافيه ودمتم بصحه وخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.